بينورنا ويشرفنا في هذه اللحظات ضيف كل خميس الاستاذ محمد الأوسي الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ أوسي منورنا كالعاده. انا خليك يا امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي وجمهور الاهلي في كل مكان وكل بيشاهدوا قناه الاهلي. اهلا بك يا استاذ أوسي. دايما احنا في حلقه الخميس بنحاول نلم كل الاحداث اللي حدثت على مدار الاسبوع عشان نتناقش فيها مع الاستاذ محمد الأوسي. بالتالي الحدث الاهم اليوم اللي لازم نبتدي بيه قرعه بطوله الدوري الممتاز، وعايز اخد تعليقك على القرعه وعلى المظهر الجيد اللي ظهرت بيه القرعه اليوم. طبعا الحقيقه يعني بسم الله نبدا موسم جديد، موسم مختلف ان شاء الله. يا رب يكون موسم خير على كل مصر كلها في الرياضه المصريه عامه وفي كره القدم خاصه، ويعود لكره القدم انضباطها وانتظامها كلعبه اساسيه وشعبيه اولى بتتابع من كل الملايين في الشعب المصري. النهارده كانت قرعه الدوري الممتاز كانت معموله في مكان في فندق راقي، لاول مره بنشوف هذا المشهد المنظم المشهد المنسق. الحقيقه ان هم بيقدموا صوره طيبه، يعني اللجنه الخماسيه بتحاول تقدم حاجات جيده يعني، وده شيء كويس جدا وشيء مهم جدا ان يتعمل القرعه في مكان بهذا الشكل. التنظيم، التنسيق، السرعه في الاداء، الدقه في التسجيل، الحقيقه كان مشهد جميل، مشهد حلو يعني انك انت تعمل قرعه بهذا الشكل. ودلتها من النجوم الكبار كابتن احمد حسن، كابتن عبد الستار صبري، كابتن محمد زيدان الثالث، يعني الحقيقه كانوا مميزين. والقرعه تمت بهدوء وبسلاسه وفي تقريبا ما خدتش نص ساعه يعني الحقيقه بالظبط. فطبعا يعني ده يدل على النظام الكبير في الحقيقة. ده يدل على النظام الكبير، لكن يبقى هناك بعض التساؤلات خاصه بالقرعه، وده المهم جدا وده الاهم طبعا. يعني هو المشهد اللي حصل ده، هو القرعه بتعمل يعني كل سنه بتتعمل، لكن بالتنظيم ده وبالشكل ده ما كانتش كده يعني. فهم اضاف عليها مظهر جمالي كويس، لكن السلبيات او المشكلات اللي احنا بنعاني منها فيما سبق وما نتخوف منه فيما هو قادم، ده اللي احنا محتاجين نعرفه دلوقتي. بتتمثل في ايه؟ مثلا يعني عندنا ثلاث حاجات مهمين جدا عايزين نعرفهم. الملاعب كويس، يعني القرعه النهارده لم ما شفناش ملاعب، توقيت المباريات، تاريخ المباريات. هم قالوا خلال 48 ساعه هيقولوا الكلام ده. انا كنت اتوقع ان اشوف ده كله النهارده. يعني النهارده اشوف ملاعبي بتوقيتي بتاعتي بكل حاجه خاصه بيا، كل حاجه كنت المفروض اشوفها النهارده، كانت الامور تبقى ماشيه بهذا الشكل. هل ممكن يكون الموضوع متعلق بالموافقات الامنيه؟ انا ما عنديش كل دي. المفروض اللجنه الخماسيه مظبطه امورها والامور منتهيه والامور ماشيه بشكل جيد يعني. فالمفروض الثلاث حاجات دول المفروض يبقى واضحين جدا بالنسبه لنا، احنا بننتظرهم ونتمناهم خلال 48 ساعه زي ما قالوا، او قبل الاسبوع الاول ما يبدا. كان المفروض انت تبقى مجهز كل حاجتك، مجهز تواريخ ماتشاتك كلها من بدايه الدوري لنهايه الدوري. يعني سبق والسيد عمرو الجنايني خرج وقال ان الدوري هتكون ليه نهايه واضحه ومحدده، لكن حتى لم نعلم هذه النهايه. قالوا شهر مايو، هل هو ما قالوش يوم كام مثلا، هل هو 1 مايو، هل هو 30 مايو، هل هو يعني المفروض الامور تبقى واضحه ومحدده. طبعا رئيس لجنه المسابقات النهارده اعلن ان هو مرتبط بنهائي دوري الابطال، يعني اعتقد الامور دي سهله معرفتها يعني مش صعبه. يعني على الاقل تقريبا نهائي دوري الابطال بيكون تقريبا في توقيت ثابت سنوي، ممكن يطلع يوم على فكره بيبقى مع نهايه شهر 5 بالظبط، يعني في 3 ايام بيتحرك فيهم مش اكتر من كده اقدر اشتغل عليهم يعني. لكن احنا محتاجين نعرف الملاعب بدقه وبشكل واضح، لان واضح ان في مشكله في الملاعب. عايزين نعرف تواريخ كل المباريات، كل فريق عارف مبارياته، عايزين نعرف توقيتات المباريات، ده مهم جدا بالنسبه لينا كجماهير وكمتابعين ان احنا نعرف كل المعلومات دي. اتمنى ان ينتهوا منها وبدقه وبشكل واضح وبشكل محدد، والا تكون هناك مؤجلات مهما كانت الضغوطات. انت حضرتك عندك دوري الابطال، عندك كونفدراليه، عندك الدوره بتاعه المنتخب الاولمبي في شهر في 11 من 8 ل 22، عندك تصفيات كاس العالم، عندك تصفيات كاس العالم، كل ده واضح ومحدد قدامك وانت بتحط ده. فحضرتك ما تسيبنيش افضل ماشي لغايه ما وكان احنا صحينا من النوم لقينا الحاجات دي موجوده قدامنا، فنبدا ناجل وناجل وناجل. الحاجات دي غير مقبوله على الاطلاق. كان واضح رئيس لجنه المسابقات ومحدد ان قد 4 ايام بالنسبه للماتش. ده انا كنت عايز اسال حضرتك فيه ورايك ايه، ودي نقطه ايجابيه في الحقيقه. طبعا لا ده نقطه ايجابيه ومهمه جدا وما يزعلش حد، وعلى اي حد على كل الفرق اللي مشاركين في الابطال واللي مشاركين في الكونفدراليه واللي مشاركين في البطوله العربيه. يعني احنا تقريبا عندنا 6 فرق موجودين في المسابقات دي. طبعا 6 فرق دول لما انت تقعد تاجل ماتشاتهم يبقى تقريبا بتاجل
عدد كبير جدا من الماتشات. كمان قالوا النهارده ان احنا هنضغط شويه الدوري في بعض فترات عشان نخلص في شهر 5 عشان نواكب كل الدوريات العالميه في ميعاد بدء البطوله الجديده. هو ده كده ان امشي مع العالم كله وانتهي مع العالم كله. المفروض يبقى كده يعني. الدوريات كلها في العالم خلاص بدات داخلين في الاسبوع الثالث والرابع والخامس بعد الاسابيع، واحنا لسه هنبدا في شهر في اواخر هذا الشهر في 21 هنبدا اول اسبوع. اتمنى ان يحصل يعني حتى لو تحصل ضغطه بعض الشيء بحيث ننتهي ونبدا في الموسم اللي بعده مع الدوريات العالميه بحيث يبقى لنا نظام وموجودين مع العالم وماشيين مع السيستم الموجود كره القدم في العالم ولعبتنا ترتاح، لان كره القدم في العالم الان اصبحت منظومه واحده وبتدار بفكر واحد على مستوى العالم، خصوصا في نظام المسابقات. يعني حتى الاتحاد الافريقي عندما غير وضع مسابقاته سواء البطوله الام اللي كاس الامم الافريقيه او دوري الابطال الكونفدراليه غيرهم ليتسق ذلك مع النظام الاوروبي والنظام العالمي. مش ناس مأجزه واحنا بنلعب او هم بيلعبوا واحنا مأجزين، الكلام ده خلاص انتهى. فده مهم جدا بحيث ان كلنا نبقى جوه المنظومه، واتمنى اتحاد الكره يسير في هذا النهج ان شاء الله ويوفق يا رب في المرحله المقبله. من ضمن الحاجات الايجابيه اللي هم قالوا عليها النهارده وهو كان خبر اعلنوا عنه من فتره كبيره، وان في كور محدده للبطوله بطوله الدوري الانديه كلها هتلعب بيه هذه الكور يعني. فبالتالي النهارده السيد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره قال ان كل هذه الكور هيتم تسليمها للانديه طبعا عشان يتعودوا عليها قبل المباريات. ده من ضمن الاشياء الايجابيه في الحقيقه يعني. بالظبط، مهم جدا. بص، اي بطوله في العالم بيبقى ليها كوره، والكوره دي بتعمل انت بتعمل شخصيه للمسابقه بتاعتك. يعني لما يجي كاس العالم قبل كاس العالم بتيجي كل بينتظروا ايه الكوره اللي نازله في كاس العالم. بالظبط، والكوره بتيجي كاس العالم وهو بتتوزع على المنتخبات المؤهله وبيلعبوا بيها وبيتمرنوا عليها. كاس الامم الافريقيه بيبقى ليها كورتها طبقا للفلكلور الافريقي وطبقا لكل الاشكال الافريقيه اللي موجوده، دايما بتشوف كره مختلفه. معظم الدوريات اللي موجوده في العالم بتتعامل بهذا النظام. طبيعي جدا ان الدوري المصري يكون فيه كوره الدوري المصري، ودي مهمه جدا وتقدر تستفيد بدي وتقدر تسوقها وتقدر تبيعها وتقدر تعمل من وراها يعني حاجات كتيره جدا مهمه. بس هو دي كوره مصر، دي كوره الدوري الممتاز المصري لكره القدم. فطبعا مهم جدا ان اخيرا هيبقى في كوره بدل ما كل ماتش بنلعبه كره شكل وكل كره شكل ومكتوب عليها اسم بتاع مين النادي الاهلي ولا الاسماعيلي لا حاجه تبقى لا كوره الدوري المصري موجوده والفرق كلها اكيد مهم جدا. ليه بتتمرن عليها؟ لان الكره ليها اوزان طبعا، فيها الخفيف وفيها الاخف وفيها الاثقل بعض الشيء. فوجود كوره والفرق بتتدرب عليها تبقى يعني على الاقل حتى تعمل نوع من تكافؤ الفرص بين الفرق، سواء لعبت على ملعبك او لعبت بره ملعبك فانت بتلعب بنفس الكوره. فمهم جدا الفكره دي، فكره ممتازه يا رب تكتمل ونتمنى ليها النجاح يا رب ان شاء الله. في الحقيقه دي من ضمن الايجابيات اللي اتكلمنا عنها، لكن ايضا هناك سلبيات وهو فيما يتعلق بقرارات لجنه الانضباط اول امس مساء اول امس. تعقيب حضرتك ايه على هذه القرارات؟ يعني زي ما بنقول دايما عشان تكون عندك مسابقه ناجحه او بطوله دوري ناجحه لابد ان يكون عندك اتحاد كره محترف واتحاد كره منظم واتحاد كره يعني لا يخشى في الحق لومة لائم. كويس، اتحاد كره يعمل الكبير امام مثل الصغير. إذا أخطأ النجم كما أخطأ أي لاعب في المسابقة دي لوائح، لابد أن تكون عندك لوائح وقوانين تطبق بمنتهى العداله وعندك وقائع واضحه وليها نصوص في اللائحه عندك واضحه. مش محتاجه تفكير ولا محتاجه فلسفه ولا محتاجه اي حاجه، فلما تحصل الواقع حضرتك بتجيب اللائحه وبتطبقها، تطبقها على الاهلي، تطبقها على الزمالك، تطبقها على الاسماعيلي، على المصري، على اي حد. اي حد اي حد كل سواسيه امام العداله، العداله مغمضه العينين لا ترى. فطبق ده، اذا طبقت ده ونجحت في اقراره هتعمل مسابقه عادله، هتقدر تحمي حكامك، هتقدر تحمي المنافس، هتقدر تحمي اللاعب بتاعي، هقدر احمي صورتي كمسابقه جيده، هقدر احمي صوره البلد لان احنا متشافين في كل مكان يعني. فده مهم جدا ان احنا نتشاف، لابد ان نقدم صوره مميزه جدا، ما بنشوفش اي خروج عن النص في كل الدوريات العالميه، لان اي لاعب عارف انه يخرج عن النص عارف ايه مصيره، ايه العقوبه اللي بتنتظره. فعندما حدث خروج عن النص ولجنه المراقب المباراه رصد هذا في تقريره وقدم هذا التقرير الى لجنه المسابقات او الى اتحاد الكوره، كان من الطبيعي ان اتحاد الكره يطبق اللوائح الموجوده ويطبق النصوص بحذافيرها. اتحاد الكره في الوقائع اللي حصلت سواء بالنسبه لجمهور نادي الزمالك بخروج عن النص او اللاعب يخرج عن النص، انا من وجهه نظري وهم اللي كانوا اقروا ده كمان اصلا، انك انت الجمهور عشان توقع عليه عقوبه وقعها على الجمهور مباشره، ما توقعهاش على النادي. يعني دايما ده من زمان والكلام ده الواحد بيطالب بيه، ان دايما لما الجمهور بيعمل غلط بيعاقب النادي. طب ما الجمهور بيجي يرتكب نفس الغلط والنادي هو اللي بيدفع العقوبه.
اي جمهور انا ما بتكلمش على احد، احنا عايزين يا جماعه كل جمهور مصر يبقى ملتزم طبعا. فبالتالي لما تحصل عقوبه تبقى العقوبه على الجمهور مباشره، انا عاقب الجمهور مباشره، انا لو دفعت النادي 10 مليون جنيه مش هتفرق مع الجمهور لكن اذا منعت هذا الجمهور من دخول الملعب فانا عاقبت الجمهور مباشره وبالتالي عاقبت فريقه ايضا يعني بالزبط. لكن انا لما اجي الجمهور يشتم ويسب ويلعن ويخرج عن النص ويكسر واجي اعاقب النادي بمليون جنيه ولا شيء، هيجي يعمل نفس الشيء. وهذه العقوبه سبب فشلها لانه في كل مره بيتكرر الخطأ بالظبط. فاذا انا وقفت اتحاد الكوره كل مره اوقع عقوبه ماليه النادي يتحملها، النادي اللي هو ملوش دخل، لان النادي لا حرم ولا قاد الجماهير ولا بيسيطر على الجماهير ولا يقدر يوقف الحاجات دي، فالنادي ملوش سيطره على هذا الامر بشكل كبير جدا يعني. لو انا ليا سيطره على هذا الامر في حضرتك كنت تعاقبني، كان زي انا بتعاقبني على جريمه انا لم ارتكبها على الاطلاق يعني. فهذا ظلم للنادي، اي نادي في مصر طبعا، مش 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 مش, مش اي حد محدد. احنا يا جماعه احنا بنتكلم يعني. او استاذ اوسي بيتكلم في الجزئيه دي بالتحديد، بيهدف ايه؟ بيهدف مصلحه الكره المصريه بشكل عام، مش بنخص نادي معين او لاعب معين، احنا بنرصد التصرفات وبنقول الحاجات اللي بتناسب هذه التصرفات من عقوبات. العقوبات دي لما تتاخد بشكل قوي وحازم بالتالي هتتفادى الوقوع في هذه الامور وهذه الفتن اللي ممكن تحدث في الملاعب المصريه، فكله لمصلحه الكره المصريه. تمام، يبقى احنا بنتكلم في مبدا عام بالظبط. هدفنا مصر، لا هدفنا الاهلي ولا الزمالك ولا المحله بالزبط. ولا المقاولين ولا الترسانه ولا اي حد، هدفنا ان مصر يبقى عندها حاجه محترمه، يبقى عندها لوائح بتطبق على الناس. فحضرتك لو عايز الجمهور ده ينضبط تكون فيه لوائح بتحكم هذا الجمهور، لوائح تحكم هذا الجمهور ان اللي يعمل شغب يتمسك ويتحاكم ويتحاسب ويدفع ثمن الشغب ده. لما جمهور جماعه يشتم حضرتك خلاص اقعدوا حضراتكم في البيت والفريق بتاعكم يلعب من غير جمهور، اعمل عقوبه ماتش اثنين، تبقى عقوبه اعمل ماتش اثنين ايا كانت العقوبه. فالجمهور هذا سيدرك ان ناديه سيحرم منه وان هو مش هيدخل مدرجات، فبالتالي مش هيبقى فيه التزام. لكن اللي شتمه واحد تاني دفع هو هيرجع يشتم عشان التاني الاخر يدفع يعني، واخد بالك؟ ده بالنسبه للجمهور. فلا استقرار في المدرجات بدون عقوبات مباشره على الجمهور تتمثل في المنع. احنا داخلين على مرحله يا جماعه احنا اصلا ممنوعين من 2011 ما بندخلش يعني، فلما يجي اي جمهور يرتكب خروجات عن النص فلابد من تطبيق لوائح قاسيه ومشدده حتى تنضبط المدرجات ويعود الجمهور كاملا الى الملعب. ولا تعمم العقوبه على الجماهير المصريه بشكل عام، لا شوف جمهور نادي ايه اللي غلط. لا طبعا عممش، ما جيش مثلا ايه، ما جيش مثلا حد جمهور هنا اقول لك خلاص هنمنع دخول الجمهور، الكلام ده ما ينفعش بالظبط. انا جمهور سين اخطا هذا الجمهور يتم ايقافه ويتم ابعاده نهائيا الى ان ينضبط ويعود مره اخرى، يتوقف مباراه يتوقف ماتشين. اللاعب اخطا برضه نفس الفكره بالظبط. لما تجيني لاعب يعني مثلا لما كنا شفنا بعض الوقائع كريستيانو رونالدو نجم العالم عمل الحكم كده لمسه بس في ظهره حصل ايه؟ ايقاف ايقاف ثاني يوم. لو كان قال لي لرونالدو هتدفع 100,000 دولار كانت عادي جدا بالنسبه لي، بيدفع 100,000 دولار ويلعب ما عملش اعتبار للاسم ان ده كريستيانو رونالدو. لا لا ما فيش يعني، او ناديه يدفع 100,000 دولار بس يلعب معاه، يا سلام تدهس الاخلاق وتكون العقوبة مالية. هذا الأمر مرفوض تماما ولن يعني يساعد على يعني استقرار في الملاعب المصرية، ولن يساعد على انضباط اللاعبين، لأن عدد كبير جدا من اللاعبين عادي جدا ممكن ينفعل ويعمل وكسر الدنيا وبيدفع غرامة مفيش مشكلة خالص، لكن لما يتمنع من اللعب أكيد هتبقى عقوبة صارمة يعني، زي أي جرائم يعني. لو أنت مثلا عملت لجريمة القتل دلوقتي مليون جنيه واحد يقتل واحد عادي، هيبقى القتل عادي مباح خلاص، اضرب أي حد يدفع مليون جنيه واللي معاه مليون جنيه ممكن يقتل أي واحد يعني، لكن أنت هتقتله هتتقتل، عمره ما هيفكر في الموضوع. فأنت حضرتك أنت عملت، أنا أقصد من المثل ده أن لابد تكون في عقوبة رادعة وعقوبة قوية وعقوبة واضحة وعقوبة تؤثر على فريقه وتؤثر على اللاعب نفسه. اللاعب اصعب حاجه بالنسبه للاعب ان يتحرم من اللعب او يقعد بره، فبالتالي انا لما هحرمه من اللعب اوقع عليه عقوبه الايقاف مش هيكرر ده تاني. لما يبقى عارف نفسه هيتوقف ماتشين وثلاثه واربعه وسته، وان المره دي خد ماتشين، لو كرر المره الجايه اربعه، لو كرر المره الجايه لو كرر المره الجايه سنه، اعتقد هيرتدى ويتوقف. ومن هذا المنطلق ومن هذه المبررات وهذه المعطيات انا شايف ان العقوبات الماليه اللي اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه برئاسه السيد عمرو الجنايني بدات بيها مشوارها يعني بداية يعني غير مقنعة وبداية غير مطمئنة، وكانت فرصة بالنسبة لهم، كانت طبعا كانت فرصة بالنسبة لي، ده كان فرصة بالنسبة لي أذبح وأخلص ومش أذبح، أنا مش أذبح، أنا أذبح بالقانون، أذبح بالعدل، أذبح بالحق وكل واحد ياخد حقه. البعض يقول لك عمل ايه وعنش، لا لما يحصل وانا بتكلم برضو طبقا يعني دلوقتي واحد، خلينا نبقى صراحة، لما واحد يقول لك مثلا شيكابالا او عمل ايه، طب انا ماليش دعوه بعمل ايه ولا ما عملتش ايه، المبرر اللي مطلعه اتحاد الكوره نفسه كاتبه فيه كمبرر للعقوبه
حرك واثار ودعا وهيج، مصطلحات كبيره جدا تدعو لعقوبه محدده. في النهايه ده قرار اتحاد الكوره، ودي طريقته في الاداره، وده اسلوبه. وجهه نظري ان العقوبات الماليه غير كافيه، لابد من عقوبات مشدده ولا راح تطبق. لان اتحاد الكوره بهذه الرساله بيوجه لاي حد، افعل ما تشاء وادفع المقابل المالي. طبعا هذا الامر مرفوض، وبنؤكد على هذا الامر طبعا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي تحديدا، لان جماهير النادي الاهلي داخله برضه في اختبار، وهيكون اول ما في مباراه السوبر وبتصادف بين الاهلي وبين الزمالك، مباراه مهمه جدا، وجمهور الفريقين نتمنى ان جمهور الفريقين يحضرها ويكون فيها انضباط وفيها التزام، والا يسقط جمهور الاهلي في هذا الفخ اللي ممكن ان تحصل نوع من الشتائم، فيحصل نوع بقى تعالى بقى نجرب العقوبه الحرمان، فيكون الحرمان على النادي الاهلي وعلى جمهوره. اعتقد ان احنا رد الاساءه لا يكون الا بانضباط وباحترام وباخلاقيات محترمه. جمهور الاهلي بيتمسك ويلتزم بقيم طبقا لمعرفتي للناس اللي فيهم، بيلتزم بقيم واخلاقيات ومبادئ النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله ان اللي حصل ده ما نشوفوش تاني، لا من جمهور الزمالك ولا من جمهور الاهلي ولا من اي جمهور، لان احنا نريد ملاعب نظيفه خاليه من الألفاظ السيئة وخالية من الهتافات المسيئة. لا يجب أن نسيل لشخص أو لنادي أو لأي مسؤول، كان ده مرفوض تماما. نريد كرة حقيقية في مصر، يعني كرة عمرها ما هتبقى كرة حقيقية وممتعة بدون الجمهور بالزبط. فالجمهور هو اللي بيحرم نفسه بنفسه من حضور المباريات، فإن شاء الله سواء خطأ لجمهور نادي الزمالك أو أي جمهور آخر ممكن يخطأ بعد كده، يتدارك هذه الأخطاء عشان يحضر في المدرجات ونشاهد كرة ممتعة بشكل كامل. بالظبط، نتمنى ونتمنى الالتزام من كل الجماهير، وفي مقدمة طبعا جمهور الأهلي. طبعا طبعا في جمهور النادي الأهلي عنده وعي كبير جدا، نتمنى أن الوعي ده يتنقل لكل جماهير الكرة المصرية يعني. إن شاء الله. يعني هو طبعا مع الاحترام والتقدير، وبنؤكد أن هذا ليس انتقادا لعقوبة وقعت على نادي الزمالك، وليس تقليلا أو يعني تهويلا أو تقريرا منها، ولكن احنا بنتكلم على مبدأ عام وصالح عام. إذا أردتم الكرة في هذا البلد فعليكم بلوائح وقواعد مشددة، لأن المبدأ العام بيقول لك من يعني أمن العقوبة أساء الأدب. فدايما اللي ما فيش عقوبة بتوقع عليه هتلاقيه يأتي بسلوكيات خارجة ويتجاوز في حق أي شخص. فلا بد من عقوبة مشددة على أي حد، ولا بد أن اللوائح تطبق على الكبير مش قبل الصغير، والصغير المساواة برضه بالعدل يعني. مش انت تضرب الكبير وتسيب الصغير، لا، ده اللوائح تطبق على الكل بنفس الدرجه وبنفس المقياس وبنفس المعيار حتى ننجح ويكون عندنا استقرار في المدرجات وفي الملاعب المصريه. ان شاء الله باذن الله، نتمنى كل التوفيق لكل المسؤولين بشكل كامل في اتخاذ القرارات الصحيحه والصارمه لمصلحه الكره المصريه بشكل عام. من ضمن برضه الامور اللي بتخص اتحاد الكره يا استاذ اوسي، هو فيما يتعلق بمباراه السوبر، الميعاد امتى؟ الملعب ايه؟ عندك معلومه؟ والله هو اخر معلومه عندنا ان الماتش يوم 20 تقريبا 19 20 هما ثلاث مواعيد ان الناس كلها بتتحدث فيهم، يعني المفروض 18 مثلا او 19 او 20 19 او 20 تمام؟ لكن دلوقتي خلاص 18 ده تم استبعاده لان الاهلي والزمالك بره مصر عندهم ماتشات، تمام، فهيبقى 19 او 20 لسه ما فيش قرار نهائي، ما فيش قرار في النهايه في الموضوع، ودي برضو من العيوب ومن السلبيات اللي موجوده. المفروض انا النهارده بتكلم في، وفي كل الاحوال هيبقى قبل بدايه الدوري 21 بالظبط، يعني بتكلم النهارده مثلا في 12 سبتمبر النهارده يعني 12 طيب يعني باقي اقل من 8 ايام يعني. ومش عارف اذا كانت المباراه يوم 18 او 19 كام، ده المفروض ما عادش موجود، انت محدد ومعلن كل توقيتاتك، ودي السلبيه اللي احنا بنعاني منها طول عمرنا. نتمنى اتحاد الكره الحالي يتخلص منها سريعا، يعني اعتقد ان هو بيواجه صعوبات لكن يتخلص منها سريعا. ايضا الملعب ما زال حائرا، اين سيلعب السوبر؟ هم كانوا بيحاولوا ان هو يبقى في استاد القاهره، لكن واضح ان استاد القاهره مش جاهز كالعاده لاستضافه المباريات. معرفش يا استاد القاهره ده ما استضافش، مفيش اي ملعب، اي ملعب في مصر في كاس الامم الافريقيه استضاف 8 مباريات. ما تعرفش ايه الصيانه اللي بتعمل بعد 8 مباريات، مش عارف ايا كان. لكن بغض النظر عن استاد القاهره، اعتقد عندنا ملاعب ثانيه غير استاد القاهره يعني، طبعاً في اكتر من ملعب يعني. بس المفروض الامور دي تبقى محدده وتبقى واضحه، يعني هنفضل قاعدين لغايه قبل المباراه ب 48 ساعه بنبحث عن ملعب المباراه، هل هيتلعب في القاهره ولا هيتلعب في اسكندريه ولا هيتلعب في اسماعيليه ولا هيتلعب في السويس. ثم عندك ملاعب كتيره جدا تقدر تحسم الامر ده وتنهيه بسهوله جدا يعني. فدي طبعا من السلبيات اللي موجوده ان 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 الملاعب تظل بهذا الشكل يعني. ومن انت عشان يكون عندك دوري وعندك مسابقه قويه، ده جزء من اساسي منها. المشكله بدات من الان وهي الملعب. بدون الملعب وبدون ملاعب واضحه ومحدده بدون اي مشاكل وبدون اي ازمات، تقدر تعمل مسابقه كويسه ومسابقه مميزه. يمكن احنا كنا فخورين بكاس الامم الافريقيه علشان كان عندنا فيها ملاعب، ست ملاعب اللي اتعملوا، واتعملوا بشكل رائع وشكل راقي كانك في ملاعب اوروبيه.
فين الملاعب دي دلوقتي؟ ليه ما بنستثمرهاش وبنلعب عليها يعني؟ يعني انا مش فاهم يعني. فمطلوب ان الملاعب دي تفتح ابوابها او تفتح ابوابها للانديه عشان تلعب عليها، مطلوب ان تكون جاهزه في اي وقت، مطلوب توسع في ملاعب ثانيه، يبقى عندنا ملاعب ثانيه السته دول. الوزاره فعلا بتخطط لكده في الحقيقه، يبقى المفروض يبقى فيه 12 ملعب كمان او 18 ملعب على الاقل عندك بتلعب عليهم ماتشات، وتلعب في اسوان وتلعب في اسكندريه وتلعب في القاهره وتلعب في طنطا وتلعب، المفروض كل ده يبقى موجود. فوجود ازمه الملعب يقلل من قيمه الدوري المصري بشكل كبير جدا، ويقلل من كره القدم في مصر. مهم جدا يبقى عندنا ملعبنا اللي يكون ليه مقدره على استضافه الجمهور في اي وقت واستضافه اي مباراه مهما كان حجمها في اي وقت. من ضمن الملفات ايضا الحديث عنها زاد بشكل كبير وبقاله فتره، ملف المدير الفني لمنتخب مصر. بعض الاخبار النهارده معايا اخبار مثلا من البوابه سبورت، موقع بوابه سبورت بيقول ان ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب، هم خلاص بيجزموا بكده ان ايهاب جلال هو المدير الفني، وقالوا كمان الجهاز المعاون عماد النحاس، حمد ابراهيم، محمد شوقي، مصطفى كمال مدرب حراس مرمى، عماد متعب مدير للمنتخب، وان الكابتن ايهاب جلال رفض عصام الحضري. الملف ده معلومات حضرتك فيه ايه؟ وهل فعلا اقترب ايهاب جلال لتولي المنصب؟ هو طبعا ملف خد وقت طويل جدا جدا وخد مناقشات كتيره جدا. الحاجه لما بتطول طبعا بتفتح المجال للشائعات، تفتح المجال للتدريبات، تفتح المجال للقيل والقال، وده يتكلم وده يدلب لايده وده يتكلم، بما يؤثر في النهايه على القرارات. في انقسامات حصلت جوه اللجنه الخماسيه، في انقسامات حصلت جوه اللجنه لان كان في تيارات عايزه اشخاص معينين، ده عايز مدرب وده عايز مدرب وده عايز مدرب، لكن في النهايه زي ما بتقول فعلا الاخبار دي يعني قريبه الى الصواب. قريبه الى الصواب، كابتن ايهاب جلال. يعني بنسبه كبيره جدا ما لم يحدث جديدا يعني احنا في النهايه انت بنتكلم عن المؤشرات يعني. مؤشرات، بنتكلم عن المؤشرات وليس قرارات نهائيه. اكيد. لان وارد ان يحصل في اي تغيير، لكن الاقرب الان كابتن ايهاب جلال. اما الجهاز فبرضه دي فيها اجتهادات. الجهاز اللي حضرتك قلته دلوقتي او اللي طرحه بعض الزملاء الصحفيين، وقد يكون بعضها سليم وبعضها غير سليم. لكن الاخر كلام يمكن بالنسبه لايهاب جلال هو يعني حتى الان لم يتحدث معه احد بشكل فاصل او بشكل نهائي، وان هو عندما ياتي سياتي بجهازه. يعني هو الراجل ما اتكلمش في جهاز اصلا لغايه دلوقتي بشان الموضوع الى ان يصدر القرار. يعني ما هو قال انا مش هتكلم في جهاز غير لما يطلع قرار، يعني وان كان متمسك بجهازه اللي بيشتغل مع المصري ممكن يبقى كان في بعض القرار الاضافات. القرار لما هيطلع هيطلع بالتشكيل بالكامل، يعني ممكن تلاقي التفاوضات هو يستقر معاهم. لو قالوا له يعني انت خلاص انت معانا مدير فني فاتفضل اختار الجهاز، بعد كده طلعوا القرار بالظبط. يعني وارد ده يحصل مثلا ربما خلال 3 أو 4 أيام على الأكثر يعني. يعني طبيعي جدا، وده المفروض اللي يحصل لأن المنتخب داخل على مرحلة مهمة جدا، ولو بد المدرب يجي وياخد فرصته ويشوف ويقيم ويبدأ يشتغل ويبقى يجهز خططه ويجهز لعيبته ويبقى يتابع مع بداية الدوري، خصوصا إن المسابقات المختلفة هتبتدي بقى. خلاص المفروض يعني المدرب يتابع بقى اللاعبين. فإيهاب جلال مدرب شاب، مدرب ليه بعض التجارب الجيدة، بعض التجارب المميزة، عامل السنة دي من السنة اللي فاتت عامل تجربة مميزة جدا مع النادي المصري. يمكن لما تولى المصري كان المصري في حالة انهيار، كان بعيد جدا فعلا، وكان ربما كان يكون مهددا بالهبوط مثلا يعني، او يعني على الاقل يصارع من اجل البقاء او ينجو بصعوبه. فجاء ايهاب جلال وعمل منه فرقه محترمه جدا، بما يدل على ان هذا الرجل ليه بصمه، وكان ليه بصمته مع المقاصه، وكان ليه تجربته مع نادي الزمالك. يمكن التجربه دي ما نقدرش نحكم عليها بدرجه كبيره، انا ما خدتش الفرصه كامله ما لحقش يعني. لكن التجربتين اللي اتيح ليهم العمل في اجواء مستقره وفترات طويله كانت المقاصه قدر يعمل بهم نتائج كويسه سواء في الكونفدراليه او في الدوري، وهكذا وكذا المصري من الفرق اللي قدر يرجع لها شخصيه ثانيه بشكل افضل ويلعب. فالراجل عنده فكره، عنده رؤيه، عنده طريقه. اعتقد ان احنا نمنح الفرصه لمدرب شاب، فده مهم جدا. بس ما حدش يكلمنا على السيره الذاتيه او ما مسكش منتخبات خالص قبل كده، كل عمله في 3 أو 4 أندية. لكن احنا هو مدرب طموح، عنده طموحات كبيره جدا، عنده احلام كبيره جدا كمدرب. ان تتاح فرصه لي بهذا الشكل فدي فرصه كبيره جدا، اي مدرب في مصر كلها بينتظر مثل طبعًا هذه طبعًا الفرصه. كان مرشح لها اسماء كبيره جدا، يعني انا مش عايز احط الكابتن حسن شحاته بتاريخه وقيمته في مقارنه مع كابتن حسن شحاته، قيمه كبيره جدا وقيمه عظيمه جدا، وادى دوره الكبير بدقه وبنجاح ساحق
وغير مسبوق في فتره معينه. الفتره اللي خدنا فيها افريقيا 2006 و8 و10 الحقيقه كانت اعظم فترات منتخبنا في مصر عبر التاريخ ما فعله. وكانت حسن شحاته مع المنتخب المصري لم يفعله اي مدرب مصري قبل كده، ولم يحقق ولم نعش هذه البهجه الكرويه في حياتنا على الاطلاق الا مع الكابتن حسن شحاته يعني. فكون ان هو يعني لا يسند اليه موقف، هذا ليس تقليلا منه. اعتقد الكابتن حسن شحاته لابد ان يكون له دور اكبر من انه يكون ممرن او كوتش للمنتخب حاليا، ممكن يكون في لجنه للتخطيط بشكل عام للكره المصريه، في اللجنه الفنيه، في الاداره الفنيه لكره القدم في مصر. فده مهم جدا انك تستفيد من خبرات حاجه زي كده. كمان كان كابتن حسام البدري دخل في بعض الوقت بصوره قويه بالزبط. لكن طبعا بعض الخلافات ادت الى استبعاده نهائيا. يعني هو من المدربين المميزين اللي برضه ليهم بصمه ولهم شخصيه، وقدر يحصل على بطولات محليه وبطولات قاريه. كون ان حصل بعض الخلافات فده ما يقللش منه. اتمنى ان شاء الله لو بالفعل اتحاد الكوره توصل اتفاق نهائي مع ايهاب جلال وهو اقرب بنسبه كبيره جدا لتولي المهمه خلال المرحله المقبله، ان دي تكون تجربه جديده لشاب مصري جديد، شاب ليه بصمه، شاب ليه انجازات عملها على ارض الواقع، شاب كمدرب يعني. شاب كمدرب يعني مدرب في مرحله الشباب يعني لسه جعان بطولات. يا استاذ اسامه، ايه اللي ممكن يكون رجح كفه كابتن ايهاب جلال من وجهه نظرك؟ ده في حاله طبعا الاعلام بشكل رسمي على توليه المسؤوليه. لا يعني ما بقول لك، يمكن حصل خلاف طبعا داخل اللجنه حول الاسماء اللي انا قلتها لحضرتك. هل الموضوع متعلق بخلافات مع اسماء اخرى ولا باقتناع تام بفنيات وقدرات الكابتن ايهاب جلال؟ بص، الثلاثه عندهم قدرات وعندهم فنيات. حلو. عشان والثلاثه كانوا محطوطين تقريبا في ميزان واحد بالنسبه لما نتكلم كابتن حسن شحاته. مش مجال التقييم، مش احنا اللي نقيم كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته اكبر من يقيم من في استوديوهات تحليليه. كابتن حسام البدري برضه ليه انجازاته وليه بصماته الفنيه. ايهاب جلال يعني ياتي اقل منهم في السيره الذاتيه او الانجازات، لانه دول حققوا بطولات ولهم تاريخ ولهم اسم بحكم السن وبحكم الاماكن الكبيره اللي مسكوها سواء المنتخب او النادي الاهلي مع الكابتن حسام او غيره. كابتن ايهاب فكان مهم جدا ان هو في المرحله دي ان كل دور واضح ومؤثر، لان عايزين وجوه شابه، وجوه ليها احلام، وجوه ليها طموحات، وجوه ما عندهاش يعني برضه ليها قبول في الشارع بدرجه كبيره جدا. هو الاهم ان احنا يوم الخميس الجاي ان شاء الله يا استاذ اوسي نكون بنتكلم عن الموضوع بشكل رسمي بقى، ان في مدير فني جه ونناقش بقى. يعني انا بنسبه كبيره جدا اتوقع ان ده ممكن يحصل على الخميس الجاي ان شاء الله. يعني لو متوقع قبل الخميس كمان بدرجه بشكل كبير ان يكون تم حسم الملف ده يعني. باذن الله باذن الله. لازم بقى نتكلم طبعا عن النادي الاهلي، وده الاهم خلال الفتره الحاليه واقباله على مباراه غايه في الاهميه امام فريق كانو سبورت. كيف ترى هذه المباراه يا استاذ اوسي؟ بص، انا زي ما احنا متفقين ان كل المباريات صعبه، خصوصا في المباريات الافريقيه. تتكلم مع بطل للسنغال، السنغال من الدول اللي فيها كره قدم محترمه، كره قدم مميزه، وده بنشوفه على اللعيبه اللي بتطلع من السنغال، لان كل اللي بيطلعوا في الغالب بيطلعوا من الدوريات السنغاليه او من قطاعات الناشئين السنغال. ففريق يعني برضو يستحق الاحترام، يستحق التقدير، واي فريق بيلعب كره يستحق انك تحترمه قبل ان توجهه حتى تستطيع ان تنتصر عليه. المباراه تبدو يعني صعبه وتبدو مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي مع جهاز فني جديد الكل يترقبها، الكل يترقب المدير الفني الجديد ماذا فعل، كيف سيلعب، كيف سيؤدي. فمن هنا تاتي اهميه هذه المباراه، على انك لابد ان تحقق فيها نتيجه ايجابيه تساعدك على حسم الامر في القاهره. الاهلي البطوله اللي عدت وضع من دور 16 او دور 8 ربع النهائي. ان شاء الله الاهلي يتخطى هذه العقبه. و لا سوري، احنا قلنا السنغال، لا ده غينيا الاستوائيه كان احنا سبورت. احنا في حاله السنغال ده لا في غينيا الاستوائيه. ايوه غينيا الاستوائيه. ان شاء الله يعني الزمالك هو اللي هيلعب في السنغال. ايوه الزمالك هيلعب في السنغال. نتمنى كل التوفيق لكل الانديه المصريه طبعا اللي بتشارك في البطولات الافريقيه. اكيد فرقه قويه بتاعت السنغال لا شك اللي هيواجه نادي الزمالك. فكانوا سبورت اللي هيواجه الاهلي بطل غينيا الاستوائيه من الفرق يعني الطموحه او الجديده اللي موجوده في القاره، بوصفه بطل البلد اللي موجود فيها. اتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحسم المباراه هناك ويحقق نتيجه طيبه. يعني المباراه لن تكون صعبه، لكن الصعوبه هو مرحله السفر للاهلي. طبعا عانى كثيرا في السفرية شاقه جدا. يعني تقريبا من 12 ل 14 ساعه كانت العمليه شاقه جدا بالنسبه لهم. لكن ان شاء الله من امبارح والنهارده اعتقد ان حصلت عمليه استشفاء جيده لبعض اللاعبين، بحيث ان شاء الله يكونوا بكره يؤدوا مران خفيف ويوم السبت يكونوا جاهزين ان شاء الله للمباراه. ما هو المنتظر من الجهاز الفني واللاعبين في هذه المباراه يا استاذ اوسي؟
لا اعتقد ان دوافع الاثنين هتبقى عاليه جدا يعني، غير طبعا احنا منتظر منهم ان هم يقدموا مباراه عاليه، يقدموا صوره كويسه، المدير الفني يعبر عن نفسه الى حد ما بعد اكيد اشتغل معاهم الفتره اللي عادت الكم يوم اللي عدوا منذ ان تولى المهمه، ليه بصمته، ليه فكره، طريقه لعبه وطريقه شكله، كل ده مهم جدا، ده اللي احنا منتظرين ان احنا نشوفه. اللعيبه اكيد هتقدم نفسها قبل ما تقدم نفسها للمدير الفني، هتقدم نفسها لجمهورها بشكل جديد طبعًا. بشكل مختلف بصوره طبعًا. قويه. احنا بنامل ان الاثنين يعبروا عن نفسهم ويقدموا نفسهم للجمهور الاهلي بشكل قوي، واعتقد المباراه مهمه جدا للطرفين سواء الجهاز الفني او بالنسبه للعيبه، فالاهلي مش لا يحتمل يعني اي تهاون في البطوله دي بعد احنا الاهلي من 2013 لم يحصد هذا اللقب، كان حصد عليه مع الكابتن محمد يوسف ووصل للنهائي مرتين خلال الفتره دي ولم يوفق، وحصلت تعثرات في بعض البطولات الاخرى. اعتقد بطوله جدا مهمه للنادي الاهلي، الاهلي دعم صفوفه بشكل كبير جدا بعدد كبير جدا من اللاعبين في كل المراكز تقريبا، يعني يمكن ما زال بحثه جاريا حتى عن مهاجم، لان الاهلي ما زال في حاجه الى تدعيم في الخطوط الهجوميه. بيبحث حتى هذه اللحظه عن مهاجم؟ بص الاهلي يعني اذا وجد هذا المهاجم اعتقد ان ممكن يعني ينضم في ده على عهده استاذ محمد الدوسري. لا يعني لكن في كل الاحوال يعني المعلومات اللي عندنا ان النادي الاهلي متمسك باللاعبين الموجودين عنده دلوقتي في القائمه، ولو هيكون في تفكير هيكون في شهر يناير. المسؤولين هم الادرى بالجزئيه دي، ممكن دلوقتي نلاقي في شهر يناير دي حاجات متعلقه بالمسؤوليه خلاص يعني، ما الاهلي ابقى على المهاجمين اللي عنده خلاص، ما فيش يعني وسيله للتغيير. لكن اذا وجد الاهلي ضالته مستقبلا فده مش هيكون قبل يناير يعني، او ربما في الصيف، لان عشان فتره الكود بس لسه مفتوحه لغايه يوم 16، ممكن البعض يستنتج من كلام حضرتك ان في دلوقتي مهم جدا اللعيبه دي تقدم نفسها بشكل جيد وشكل قوي وشكل منظم، ويمكن في بعض اللعيبه عرضت على النادي الاهلي والنادي الاهلي شايف ان هي مش على المستوى المامول، يعني في النهايه لما اجيب صفقه لابد ان تكون على مستوى النادي الاهلي. أكيد. لكن الحمد لله ان الاهلي دلوقتي عنده كل خطوطه، لو بسيط من حراسه المرمى بقت مميزه جدا، خط الدفاع يعني اللي كان فيه بعض الثغرات فتم ترميمه بشكل كبير. أكيد. جدا. أكيد. خط الوسط المدافع اصبح يعني في بدل اللاعب ثلاثه واربعه، المنطقه الهجوميه الوسط الهجومي اعتقد بيصير بشكل منظم، في اكثر من لاعب يعني مميز. نكمل كلامنا بعد ما نروح لهذا الفاصل السريع ونرجع نكمل مع الأستاذ محمد الأوسي. اهلا بحضراتكم من جديد. استاذ اوسي، قدامنا ثلاث اربع دقائق بالتحديد على الختام، عايز استغل الدقائق دي في الحديث عن اهميه نبذ التعصب ما بين الجماهير المصريه في مرحله مهمه جدا جدا لمصر وللرياضه المصريه بالتحديد، عايزين الامور كلها تعود بالشكل الطبيعي للملاعب المصريه كلها. طبعا دي نقطة مهمة جدا ومبدأ مهم جدا، يا ريت كلنا نرفع هذا الشعار لا للتعصب. نعم للروح الرياضيه، مهم جدا ان يكون عندنا روح رياضيه بيننا وبين بعضينا، مهم جدا ان يكون في قبول للاخر. يا سيدي حب ناديك زي ما انت عايز، حب فريقك زي ما انت عايز، شجعه زي ما انت عايز، لكن في النهايه لا تهن الاخر، لا ما تهنش الاخر، ما تحقرش منه، ما تقللش من سانه، احترمه، يبقى في نوع من الادب ونوع من الاحترام. حتى لو كان يمكن نظام التحفيل اللي طلع على السوشيال ميديا ده موجود دلوقتي وانت بتبتهج بفرقتك وسعيد بيها وبتهلل انك خدت بطوله او ما خدتش بطوله او حققت نصر ايا كان هذا النصر، يعني عليك يعني احتفل بفريقك مالكش دعوه بالاخر يعني. ولو كان حتى لو كان في نوع من الشعب المصري بيميل للكوميديا والنكته والروح الدم وخف الدم، تكون في اطار الادب والاحترام وفي اطار اللياقه بعيدا عن الخروج عن النص وبناء عن الكلمات الخارجه اللي فيها قله ادب او قله ذوق او حاجات يعني تاخدش الذوق وتاخدش الراي العام. المقصود بالجزئيه دي والاساس فيها اللي هو النادي الاهلي ونادي الزمالك. النادي الاهلي ونادي الزمالك دول تاريخ طويل جدا طبعاً. تاريخ كبير جدا، عمودين هما العمودان الاقوى في الكره المصريه او في الرياضه المصريه بشكل عام. ولابد ان يكون بينهم نوع من التقارب، نوع من التعارف، نوع من الود دايما بين الجمهور وبين الناديين. الاهلي والزمالك زمان او على الاقل تقدير عدم التطرف، عدم التطرف، ما هو ده المطلوب. يعني الاهلي والزمالك يعني زمان من عبر التاريخ في الايام ايام الاحترام والقيادات المحترمه اللي كانت بتقود، ما كانش حد يتطالع لحد وما حدش يجيب سيره حد، انا كلي في نفسي، انا خليني في النادي بتاعي، ماليش دعوه بالاخر، انا يعني ماشي في طريقي وبهتم بفريقي وبدعمه وبحتفل بانتصاراته، ماليش دعوه بالاخر خالص. يعني لاول مره يعني يحصل نوع من التطولات ونوع من الكلمات الخارجه.
اللي الجمهور بدا يصير فيها وبدا سكتها وبدانا نشوف نماذج يعني غير لائقه بتظهر على السطح يعني للاسف الشديد. فمهم جدا ان يكون في هذه الروح الرياضيه، يكون في روح التسامح، يكون في روح الادب، يكون في اخلاقيات بين الناس يا جماعه. ما ينفعش ان احنا كشعب مصري يعني نتنازل عن كل اخلاقياتنا، نتنازل عن كل قيمنا. احنا بلد ليها حضاره كبيره جدا، شعب ليها حضاره كبيره جدا. طبعا ده موضوع كبير جدا وممكن نتكلم فيه كتير جدا، لكن دعوه للروح الرياضيه، دعوه للادب، دعوه لاحترام الاخر بعيدا عن اي خروجات عن النص او اي تجاوز في حق الاخرين. هنعيد ونزيد يا جماعه، الكلام مش بيهدف نادي بعينه او لاعب بعينه اخطا، لا، الكلام لكل الانديه المصريه ولكل المسؤولين عن الرياضه المصريه، بالتحديد لجنه الانضباط في الاتحاد المصري لكره القدم. بخلاف ما حدث في مباراه نهائي كاس مصر، اي لاعب في اي نادي في اللي موجودين غلط عاقبه، اي جمهور لاي نادي من الموجودين غلط عاقبه. هي رساله لعوده الرياضه المصريه بالشكل الطبيعي، مش اكتر من كده، لان البعض بياخد الامور يا استاذ اوسي انها ايه، ان انت بتحاول تعاقب او تغلص العقوبات على بعض اللاعبين او بعض المصريين. لا، الهدف هو للرياضه المصريه ومصلحتها. يا استاذ اوسي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ودايما بستمتع بهذه الفقره كل خميس من خلال تواجد حضرتك معانا. ربنا يخليك يا امير واشكرك وبالتوفيق يا رب دايما ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز طبعا النهارده الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير بالاهرام. بكره اجازه البرنامج يوم السبت عشان مباراه الاهلي، مش هنكون موجودين معاكم. اول حلقه لينا هتكون يوم الاحد ان شاء الله، نكون بنبارك فيها للنادي الاهلي بالفوز على كانو سبورت في هذه المباراة الهامة، وبعد كده نخش على التحديات الموجودة بالنسبة للفريق. كل التوفيق للنادي الأهلي. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة، واستنونا حلقة جديدة بإذن الله. إلى اللقاء.